وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى مرفت المليجي. شكراً لكم مجدداً، وأهلاً بكم مشاهدين هذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية العظمى: في القاهرة 32-24، الإسكندرية 28-24، مطروح 30-26، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 34-24، السويس العظمى ستكون 35 والصغرى 23، العريش 32-23، طابة 33-25، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 37-27، الأقصر 38-30، أسوان 38-27، الوادي الجديد 38-26، شلاتين 36-27، وأخيرا حلايب 35-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.